هذا الطفل كان بيحكي مع هي البنت وبيظهر انها سعيد لدرجة انهم بيضحكوا مع بعض. بس الصدمة ان فجأة بتجي كيرلا صوب الطفل والبنت فورا بتبعدها عن الطفل وبتحميه. ورح تنصدموا بس تعرفوا حقيقة هي البنت. بس قبل ما نكمل اتحداكم اشتركوا في القناة باصبعكم الصغير. واذا زبطت معكم اكتبوا رقم 2 في التعليقات. فهون بعد ما تبعد الكرة بيظهر ان البنت غير موجودة والناس بتستغرب من حركة الكرة الغريبة. والغريب في الموضوع انهم ما بيلاحظوا وجود البنت وبتبين انها شبح والطفل هو الوحيد اللي بيحسن يشوفها. وجبت لكم تطبيق بتحسنوا تعرفوا من خلاله انكم تعرفوا كل الاشخاص اللي حاضرينكم من الواتساب. فالكل يروح ويحمل التطبيق، رح تلاقوا الرابط في اول تعليق مثبت.